إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. صباح الخيرات عليكم جميعا، نهاية عطلة موفقة للجميع، عطلة نهاية الأسبوع صباحة اليوم الأحد. طقس بارد جدا مشاهدينا متابعينا الكرام هنا بشوارع وأحياء جوهرة الأطلس المتوسط، 7 درجات مئوية اللي كتسجل في الحرارة صباحة اليوم الأحد بعد 9:30 صباحا. أجواء باردة، طقس بارد جدا صباحة اليوم متابعينا مشاهدينا الكرام هنا بجوهرة وعروس الأطلس المتوسط. يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 21 درجة مئوية كأعلى مقياس بعد زوال اليوم. كذلك من المرتقب والمتوقع أن درجات الحرارة تنخفض وتوصل إلى 5 درجات مئوية بالمساء والليل. سرعة الرياح كتوصل إلى 8 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة كتجاوز 52%. إذا هذه الأحوال الجوية، دي حالة الطقس صباحة اليوم الأحد متابعينا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، من هنا من مدينة بني ملال أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من حي بن عدي بالضبط. هدوء يعم أحياء المدينة القديمة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام صباحة اليوم الأحد. الملاليين باقي ناعسين مشاهدينا متابعينا الكرام، تستغلوا عطلة نهاية الأسبوع، وبطبيعة الحال هدوء يعم الشوارع كل صباحة يوم سبت وأحد. هنا أجواء مثيرة، أجواء صباحية أجواء صباحية هادئة هنا بأبرز الشوارع الكبرى للمدينة. كيف هي الأجواء عندكم متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، منين كتشوفوا معي هذا البث المباشر؟ جولة صباحية في أبرز أحياء وشوارع المدينة، شوفوا كيف هي الأجواء بطبيعة الحال بعد 9:30 صباحا. مشاهدينا متابعينا الكرام أذكر، 7 درجات مئوية، المحرار يسجل 7 درجات مئوية صباحة اليوم الأحد بعد 9:30 صباحا. أجواء باردة، برد قارس صباحة اليوم متابعينا مشاهدينا الكرام. من المرتقب أو المتوقع أن درجات الحرارة ترتفع بعد زوال اليوم وتوصل إلى 21 درجة مئوية كأعلى مقياس. كذلك يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة تنخفض بالمساء والليل وتوصل إلى 5 درجات مئوية كأدنى مقياس بالمساء والليل. سرعة الرياح كتجاوز 8 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة كتوصل إلى 52% بعد 9:30 صباحا من يومه الأحد 7 يناير 2024. أجواء مثيرة، أجواء صباحية هادئة هنا بأبرز الشوارع الرئيسية الكبرى مشاهدينا متابعينا الكرام. كيف هي الأجواء عندكم؟ واش عندكم شي برد؟ واش وصلكم شي برد؟
خصوصا بالتزامن مع القطرات المطرية التي تعطلت في اليومين الأخيرين. هنا أجواء باردة باردة جدا، طقس بارد مشاهدينا متابعينا الكرام هنا بأبرز مناطق شهد بني ملال الخنفرة، خصوصا بمدينة بني ملال العاصمة الثلجية، على الخصوص مناطق آزيلة الخنفرة قريب كاع كتعرف واحد البرودة ديال الطقس الشديدة مشاهدينا متابعينا الكرام، بالتزامن مع القطرات المطرية أو الزخات التي تسقطت في الأيام الأخيرة خصوصا يوم الجمعة، صبيحة يوم الجمعة الماضية. إذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، هذه الأجواء العامة هنا بجوهرة الأطلس المتوسط صبيحة اليوم الأحد. كذلك يرتقب ويتوقع الاستمرار في تسجيل انخفاض نسبي ملموس في درجات الحرارة كما هو معلن سلفا في النشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، لترقب استمرار تسجيل انخفاض نسبي ملموس في درجات الحرارة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير بهضاب الفوسفات، كذلك بسهل تادلة والماس وبمناطق الجبلية اللي كتعرف انخفاض نسبي ملموس مسجل في درجات الحرارة. دلنا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، هذه الأجواء العامة صباحة اليوم الأحد هنا بعاصمة جهة بني ملال الخنيفرة مدينة بني ملال إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء. Thank you.